نبدأ كالمعتاد بفقرة الصور الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم يانا مجموعة من الصور نبديها مع هذه الصورة. صورة مؤلمة جداً وانتشرت على الفيسبوك وتويتر، لأن شيء قد يكون لا يصدق ونحن في أغنى بلد أو من أغنى البلدان في العالم. هذه الصورة طفل، تعرفون بداية العام الدراسي الجديد اللي تكون لازم كل الأشياء بيه جديدة. هذا الطالب رايح إلى المدرسة وهو يحمل حقيبته الدراسية، شنو هي؟ عبارة عن كيس اللي احنا نسميه باللهجة الدارجة العلاقة، حاط كتبه ورايح للمدرسة بهذا الشكل. صارها يومين أو ثلاثة أيام الصورة، لكن هي مؤلمة ومؤثرة، والتعليقات كانت أكثر قسوة يمكن، لأنه إحنا نعيش في بلد غني من كل شيء. ففعلا نتمنى أنه يعني ما نشوف هذه الصور بالأيام الجاية، ونحاول قدر المستطاع أنه إحنا نساعد بعضنا، ما نفكر بعد لا حكومة ولا دولة ولا أنه تكون تنطي يعني قرطاسية يعني هذه أو مسلسلات الدراسة، نحاول إحنا نساعد بعضنا. الصورة الثانية تأكد كلامي، موضوع المساعدة، وأنه هناك قدر المستطاع هناك بعض الشباب أو بعض أهالي أو أشخاص من أهل المدينة يحاولون المساعدة. هذه حملة نظمها مجموعة من الشباب العراقيين لمساعدة الأيتام والفقراء، توزيع الحقائب المدرسية على بعض المدارس. تحية لهم ولمثل هكذا حملات، وإن شاء الله فعلا توصل للمستحقين وما يبقى عندنا طفل أو طالب ياخذ أغراضه وكتبه كيس نايلون. هذه يعني جريمة، جريمة بهذا البلد. يعني إن شاء الله إن شاء الله نشوف مثل هيك حملات حلوة مشاركة أو صح. حملات متطوعية من قبل كل الشباب لمساعدة الأيتام وكفالة الأيتام. يعني الصورة الأولى أنا ما حسيت عليها لأن كومنت كلش مؤثرة. الصورة الثالثة يعني أيضا التكافل الاجتماعي وتعزز هذا الموضوع. هذا أحد المصورين العراقيين نشر هذه اللافتة على باب محلة، صور معاملات المدارس للأيتام مجانا. أيضا تحية إله وتحية لكل من يقوم بدوره، ونتمنى ما حد يستغلها، لأن أكو تعليقات نزلت أنه كل من راح يجي يقول أنا يتيم. نتمنى ما أيضا ما تستغل هذه فرصة أنه نساعد بعضنا بهذه الطريقة، على الأقل يعني شوية إحنا عندنا مشكلة في العراق، على الأقل الله يرفع هذه الغمة عن طريق التكافل بيناتنا والتعاون والمساعدة. تحية إله ولكل من يقوم بدور إنساني مثل هذا. طيب صورة رابعة أيضا انتشرت على الفيسبوك، هذا شاب من كركوك استطاع أن يصنع هذه السيارة بمفرده بهذا الشكل الجميل. أيضا تعليقات كثيرة، لكن أنا عندي ملاحظة صغيرة على بعض التعليقات. هناك من يحاول أنه يعني أنت ما قدرت تسوي مثله، وجاي يجوز بس على الفيسبوك تلقي تعليقات. اللي ما عنده لو تقول الكلمة الطيبة صدقة، لو كلمة طيبة لو ماكو داعي أعلق. أكو باي ناس علقوا على الموضوع يعني بطران، ما عنده شغل، ما أعرف شنو. هذا شخص عنده طاقة واستطاع أن يصنع شيء، وشيء إيجابي ليس سلبي أبدا، بالعكس المفروض نشجعه. هو راح يقرأ أكيد التعليقات. ليش إحنا نكسر أحيانا نقول مجاذيف الإنسان اللي عنده طاقة وعنده يستطيع أن يصنع شيء؟ تحية لشبابنا اللي يفكر ويعمل وينجح وصمم واستطاع أن يعرضها لنا. تحياتنا إلى لهذا الشاب ولكل من يحاول أن يقوم بشيء إيجابي. طبعاً وخطوة إيجابية. كثير من المواهب اللي موجودة بالعراق خاصة في برنامج أهل المدينة نشاهد أنه اختراعات ابتكارات، أنه ناس تصنع، ناس تسوي طائرات، أجهزة كهربائية، أجهزة توليد، وحتى هذه الصورة اللي شاهدناها اللي هو صنع سيارة، فهذا إنجاز كبير جدا. يعني اللي علق ما حد يدعمه، ما حد يشجعه، يعني هذه عندنا احنا بالبلد. مشكلتك انه انت ما عندك امكانيه وما عندك موهبه، فموهبتك الخاصه مخليها بس الفيسبوك، انه تعلق تعليقات غير ايجابيه. طيب. لكل الشباب اللي هم جاهدين يعني بشغلهم. طيب روح الصورة اللي بعدها. هذه هي الصوره في هولندا، تبليط الشوارع. هذا هكذا تبلط الشوارع للانتشار او تعليقات اهل المدينه. قالت انه يعني ليش ما نتعلم، او ليش ما نفكر، او الدوله، طبعا مو احنا، الدوله والحكومه تحاول انه تفكر انه تجيب مثل هكذا اله. احنا نريد نبلط
واصلا احنا عندنا فرصه كلش حلوه انه كل شيء المتطور نزل هسه واحنا شوارع تعبانه مو يعني اكو واحد يجوز مبلطين ومنتهين يعني بعض الدول بعد ما تقدر تجيب مثل هكذا امور تبقى على الطبلة القديم. هذا شيء جديد وحديث وسهل واعتقد اقل تكلفه من الاموال اللي جاي تروح هدر. فيا ريت تجينا مثل هذه الاله. بس احنا ناقصنا الضمير وواحد يحب الوطن فعلا. كان يصير شيء كان يصير كل شوارعنا مثل هولندا اصلا يعني. ما تفيدنا اصلا هاي الشغله انه مال التبليط ما تصرف لهم ما تصرف لنا لانه المقاول المقاول اللي يريد يشتغل فلازم انه يبلط خلال ثلاث ايام يعني يتهدم التبليط فيرجع يبلط مره ثانيه مقاول ثاني. شوف الصوره اللي وراها ايضا في هولندا الصوره هذا يعني سابقا كان سجن نتيجه قله الجرائم او انعدامها في هولندا حولوه الى فندق. تعليقات كثيره حول هذا الموضوع انه شوفوا انه يعني قله الجريمه في هولندا ادت الى انه هم يغلقون السجن ويسوون فندق. بعكسنا احنا جايين نفكر نحول كثير من الاراضي الى سجون وما تكفي صارت ووضع السجون مأساوي. انا بوعد من نظره ثانيه انه ليش ما نشوف التجربه الهولنديه ليش قلت عندهم الجريمه حتى نستوردها ليش الجرائم قلت وبالتالي احنا نقدر نستفاد من هذه التجربه ونطبقها عندنا في بلدنا. ناس وين وصلت واحنا لازلنا نفكر باشياء كلش تافهه وثانويه. احنا بدينا ناخذها مو بدينا بل اخذنا انه المتنزهات المطارات الاماكن اللي هي خاصه للترفيه بدينا نغلقها ونسويها مكان لرجال الامن او الجيش بالتالي انه يكون هذا السجن داخلي او سجن وقتي يسمونه.